الكريمة كتير حلوة بسكانها وبأجواءها الطيبة المميزة. طبعا أنا مش أول مرة بجيب بساط لهون، هاي ثالث مرة. أنا كتير إشي بجنن، حلو طول كرم، حلوة يعني مش أحسن. الخليل ونابلس مش أحسن من طول كرم، إحنا إسا عم نشتغل حاليا على طول كرم. بدأت انطلاقة الخطة التسويقية إلى محافظة طول كرم اللي كما عملنا سابقا في سنة 2012 جلب البساط من مناطق 48 إخواننا، اللي ساهمت الغرفة التجارية في دفع قسم من أجرة هذه البساط لجلبها لمحافظة طول كرم، ومشكورة كمان بقية الشركات اللي دعمت هذه البساط. اليوم كان هنالك مجموعة من البساط اللي دخلت لمنطقة طول كرم من منطقة يافا، منطقة حيفا، منطقة طمرة، عسفيا، يعني عملنا نعمل مزيج من إخواننا من مناطق 48 اللي يقدموا يجوا على محافظة طول كرم لتكون لهم محطة تسوق إن شاء الله. طبعا احنا بنتقدم بالشكر للشركة الوطنية موبايل اللي قامت في تمويل هذه البساط، ساعدتنا في تمويل هذه البساط. بنتمنى كذلك من بقية الشركات الوطنية انها تقوم في نفس تحت نفس حذو الشركة الوطنية موبايل اللي تقدم، وكذلك بنك القدس مشكور كمان اللي قدم كثير من البساط لهذه المحافظة. هذه الخطة ستستمر عندنا ان شاء الله خلال سنة 2013، ونتأمل إن شاء الله أنها راح تكون أفضل من سنة 2012، والخطة أن نجيب من 100 إلى 150 باص خلال الفترة الوجيزة القادمة اللي راح تعزز عملية التسوق في محافظة طول كرم، اللي هي تعد محافظة طول كرم والحمد لله محطة سياحية تجلب كثير من أبناء المحافظات الأخرى ومناطق 48. نتمنى التوفيق إن شاء الله.